هلو هلو، بحلقة جديدة من ميز شو وسفرة جديدة من سفر رمضان. النهاردة هنعمل بشوية لحم مفرومة، هنعمل شوربة، وهنعمل كمان أكلة رئيسية هنعمل منها طبقين. بمعنى هنعمل وصفة داود باشا، وصفة الكفتة الشهية اللي مع البطاطس صوص الطماطم، بتتقدم عادة جنب رز بالشعرية، بس النهاردة اخترت أنه نعمل بدائل مفيدة للناس اللي بتدور على البدائل المفيدة للرز. هنعمل برغل بالشعرية. برغل بالشعرية هنفلفله ويتقدم جنب الداود باشا، والبديل انكم تعملوا رز بالشعرية عادي. من داود باشا نفسها هنعمل فتة داود باشا للناس اللي بتحب وقت العزومات تعمل فتات وأكلات مختلفة عن التقليدي. فمن وصفة واحدة، خلطة كفتة واحدة، هنعمل طبقين. وبالنسبة لبديل الرز مفيد، هقول لكم فوائد البرغل، ومع انه في سعرات عالية عادي زي الرز، بس ايه مميزاته عن الرز. طيب هنعمل ايه كمان؟ هنعمل شوربة لذيذة جدا بالشعرية والكفتة، كور كفتة كده صغيرة حلوة. الشوربة في رمضان بالذات الكلير اللي هي بسيطة شفافة مش الكريمي، فدايما تبقى يا إما لسان عصفور يا إما شعرية، فبحب أنوع لكم بالشوربات المختلفة. هنعملها النهاردة بالكفتة هي بتاعة داود باشا عشان ما نعملش وصفات كتير. كمان هعمل لكم وصفة من البرغل، بما إنه إحنا استبدلنا الرز بالبرغل، سلطة اسمها إتش، سلطة أرمنية بالبرغل بيتطبخ على النار، هي تعتبر الفيرجن أو النسخة الشتوية من التبولة، لاحتوائها على الطماطم والبقدونس والبصل الأخضر والنعناع، هي النسخة الشتوية الشهية من التبولة، هتعجبكم جدا، تتقدم كطبق مقبلات في رمضان في العزومات أو بشكل يومي أو حتى على السحور، لأن البرغل بياخد وقت طويل في الهضم وبيدينا إشباع لفترة طويلة. تعالوا نكتب المنيو. عندنا منيو النهاردة، عندنا داود باشا، هنعملها كمان فتة، هنعمل برغل بالشعرية مفلفلة طبعا، وهنعمل سلطة إتش الأرمنية، سلطة أرمنية، والمطبخ الأرمني هو أصل كوصفات كتير في المطبخ التركي، فهي ممكن تكونوا عارفينها إنها من تركيا بس هي من أرمينيا. حلقتنا موجودة وصفاتها كلها على الفيسبوك ميشو تي في، بتتعاد على اليوتيوب في أي وقت تقدروا تتفرجوا عليها على اليوتيوب، ولينك اليوتيوب موجود دايما على صفحتنا على الفيسبوك. حلقة لذيذة وخفيفة قوي النهاردة وفيها عناصر غذائية مفيدة جدا، شوية لحم مفروم، هنعمل أحلى سفرة، استنونا. هلو هلو، بحلقة جديدة من ميز شو. النهاردة عندنا أكلات بسيطة من اللحمة المفرومة من أول رمضان، وأنا وعداكم أنه بشوية مكونات مش كتيرة أو مكلفة نقدر نعمل أكلات حلوة وشهية. النهاردة زي ما قلت لكم عندنا لحمة مفرومة، هنعمل منها الكفتة اللي هي الكفتة البسيطة الشهية دي، اللي هنطلع منها أكلة داود باشا اللي هي أكلة الكفتة بالطماطم بالبطاطس يخنة، وتتاكل عادة جنب الرز بالشعرية. طبعا الرز بالشعرية عملناه كتير، حبيت النهاردة أوريكم استخدام البرغل، وده برغل خشن، بصوا تحسوه زي البليلة، شايفين الحباية كاملة، هي زي الأمحاية كاملة. البرغل هو نوع من باي برودكتس بتاعت القمح، القمحة. بعدين عندنا الفريك لما يبقى أخضر، القمح وبتحمص، بعد الفريك عندنا البرغل الخشن، وبعد البرغل الخشن عندنا البرغل الناعم. البرغل من الحاجات اللي بتتبل الأول، يعني بتعدي مرحلة إنها بتتبل الأول وبتكسر القمح، تتكسر أرفع بتبقى البرغل الناعم، فإحنا لسه بفوائد القمح غير مكرر أهو، ده الخشن وده الناعم، نستخدمه للتبولة ونستخدمه للكبيبة، وفي طبعا منه درجات، ده ممتاز شايفين مفيش فيه زي الدقيق كده، حبيته سليمة. وبعد البرغل الناعم عندنا السميد اللي هو بنعمل فيه البسبوسة، وبعد السميد عندنا الدقيق البني والأبيض. فهي دي تسلسل الباي برودكتس أو المنتجات السنوية من القمحة الكاملة. إذن أو أكتر فايدة عندنا البرغل، برغل ألياف عالية، بيساعد على الهضم، بيفرز يعني بتحول لنشويات، هو نشويات معقدة بتحول سكريات ببطء جدا، فبدينا إشباع لفترة طويلة وطاقة بالتالي لفترة طويلة، فما بنجوعش بسرعة. الرز يجنن وبنحبه، بس حلو نبقى عارفين بدائل الرز وعارفين ممكن ندخلها في أكلنا إزاي. فهنعمل النهاردة، تعالوا بسرعة نبتدي فيها،
البرغل بالشعريه. البرغل عملناه قبل كده بصلصه الطماطم شويه بصل على الطريقه التركيه اللي هو بولجر بيلاف، بس النهارده هنعمله عادي جدا بالشعريه. انا عندي هنا طبق شعريه، واعتقد في شعريه كمان للشوربه اللي هنحضرها، هشوف حالا. طيب هناخد دلوقتي الشعريه، انا الشعريه دي محمراها عشان الوقت. عاده هنحط شويه زيت زي ما بنعمل الرز بالظبط، وهنحط الشعريه لحد ما تتحمر. اللي اداني الفكره انه دقته مره، وتاني حاجه في منتج تركي كده بيتباع في السوبر ماركت مش فاكره حتى اسمه، زي ما دلوقتي بيبيعوا الرز مع الرز جاهز مع شعريه متحمره للتسهيل، لقيت حاطين البرغل مع الشعريه. قلت طب ليه ما بنعملش برغل بالشعريه زي ما بنعمل رز بالشعريه؟ الشعريه بتحلي الصراحه الطعم. فقلبناه لحد ما خدت الشعريه اللون ده، اتغسل واتنقع. بصوا اتنقع لدرجه طري يعني يؤكل، مفيش فيه، هو عاده بيبقى يابس لو كلناه يكسر سنانا، لا هو اتغسل واتنقع، شرب الميه، بصوا بقى طري، ده يتفلفل معانا انه تايم يعني ما بياخدش وقت ابدا. هنحط البرغل زي ما بنحط الرز بالظبط، بس بما انه اتنقع مش هينتش كتير، خلاص هو خد تقريبا نفشته، هينتش زياده شويه غير الرز. فانا هحط الكميه دي كلها. للناس اللي فاكره انه البدائل المفيده او الصحيه اكتر من بعض المنتجات زي الكينوا مثلا، لما يبدلوا الرز بالكينوا في اكلهم، هو افيد لكن ليس اقل سعرات. يعني بيستغربوا انه ليه ما بيخسوش مثلا لو كلوا قد طبق الرز طبق كينوا. اوكي انت دخلت سعرات عالية الفوائد، بس مش بالضرورة لما نقول الكينوا بديل للرز يعني انه الكينوا هتخسسني. هتخس لو هتاكل كمية اقل منها او من الرز، الكميات اللي بتحكمنا. الحاجات دي مفيدة صح، بس فيها سعرات عالية بتمدنا بطاقة كبيرة. هقلب مع الشعرية ونجهز المية المغلية ونحط الملح عادي جدا بالظبط كأنه من فلفل الرز. اذا الفكره دي ممكن تتطبق جنب اي يخنه. وحلاوه البرغل ما بيعجنش يا جماعه، يعني للناس اللي بتعرفش تطبخ الرز هتتبسط قوي من سهوله تسويه البرغل. هحط له الملح المرحله دي، هو اللي بنشرب فيها الملح، لانه لما يختلط مع الميه والميه دي يشربها سواء الرز او البرغل بتدخل الطعم جوه، لما نرش هو متفلفل مش هيدخل الطعم جوه. عملنا قبل كده حلقه كشري بالبرغل طلع رائع، ودخلنا البرغل بوصفات كتير. ميه مغليه هنا، الميه لانه احنا نقعناه مش هتبقى كتيره قوي زي الرز، يا دوبك كده لانه هو منقوع، يا دوبك بس اشوف كأنه مرحلة لما الرز يتشرب المية. أنا شايفة البرغل من المية وأسيبه يغلي غلوتين ونوطيه خالص ونسيبه يتفلفل. إذن ابتدينا بالبرغل زي ما بتدي عادة بالرز عشان يتفلفل، نعمله قدامكم على الهواء. فهخليه يغلي ونجهز هنا الغطاء ونغطي. المرحلة الثانية هبتدي أحمر الكفتة، وإحنا بنحضر الكفتة نفسها عندي حلة على النار، هحمر الكفتة واشيلها، أو ممكن نحمرها ونكمل على فكرة بنفس الحلة، يعني تقليلاً للحلل الكتير اللي نشتغل فيها في رمضان. هنعمل مع بعض الكفتة لا تقلقوا، بس خلينا نحطها تتحمر. الكفتة كانت في التلاجة اتشمعت شوية، ممكن نفرزها بالشكل ده لحد ما تتجمد، بعدين نحطها بكياس ونطلعها بأي وقت. خطوة التحمير دي مهمة، وإلا بتطلع لنا زفارة تدينا طعم كرملة حلو جداً. هحط الكفته تتحمر، ودي اللي هنعمل منها الفته واليخنه. اكل داوود باشا عاده بتحط لها صنوبر معاها، فطبعا احنا هنعدي فقره الصنوبر دي خالص، يعني رفاهيات شويه دلوقتي. هنحط دول كلهم هنا. تبتدي تاخد لون ذهبي حلو، وهيكون عندنا البصل بالظبط على قد الحله. كل شويه بس نقلبهم تقليبه عشان ياخدوا لون. اوكي عملنا الكفته دي ازاي؟ عندي اللحمه، خلوني اجيب الجلافز
لحمة بصل وبقدونس ده الأساسي. في ناس بتحب مع الداود باشا تخلط، بيعملوها لحمة ضاني كلها بتبقى دسمة، ممكن تخلطوا لحمة ضاني مع اللحمة البقري. أتأكد إنهم كلهم بيتعرضوا للحرارة. ناخد طبق عشان نخلط فيه. عندي هنا الآتي، حطيت، أنا عاملة لكم كمية بسيطة دلوقتي، أنتوا تقدروا تطبقوها على الكمية اللي أنتوا عايزينها. نرجع بس للبرغل، حوطي الحرارة، شايفين بقى عامل إزاي؟ بقى المية مستوية بالظبط مع البرغل. هقوم حاطة له شوية زيت كده على الوش، وهاتوا نحط له ورقة الزبدة زي ما بنعمل مع الرز برضو، طريقة ناجحة بالشكل ده، ونغطيه. انا وطيت الحرارة، ونسيبه يتفلفل والحباية تتفتح. دلوقتي هنا مع اللحمة هنحط بقدونس، هنحط بصل مفروم ناعم، هنحط بهار مشكل، بهارات المشكلة، وهنحط ملح وفلفل، ويا إما نحط هريسة يا إما نحط دبس فلفل. دبس فلفل هو من الفلفل الرومي الأحمر، الهريسة من الفلفل الأحمر الحراق. فلفل أسود، ملح ده خشن، خليني أجيب ملح الناعم كان جنبي أهو، ونحط رشة الملح، ملح، فلفل أسود، بهار مشكل، بصل وبقدونس، وهاخد شوية من دبس الفلفل، معلقة بتديها طعم حلو قوي. بعجنهم كويس مع بعض، واتفقنا ممكن تعملوها نص ضاني نص بقري أو الخلطة، يعني تدخلوا شوية ضاني بالذات في العزومات بتدي طعم حلو، في الشوي بتدي طعم رائع كمان. بنعجنها كويس. تعالوا نطلع فاصل، وأنا عيني هنا برضو على الكفتة وهي بتتحمر تاخد لون حلو، وتنزل النكهة الحلوة في الزيت اللي حطيناه عشان ناخد الطعم ده في الصوص. تابعونا بعد الفاصل هنكمل مع بعض. بصوا انا وانا بحمر الكفته طبعا نزلت ميه، الادام بتاعها ابدا ما ترموهوش، بس عشان تتحمر كنت بشيله على جنب. ده نكهه، ده احلى النكهات اللي بتطلع ما تسيبوهاش خالص، بس انا يعني نزلت الصوص عشان تاخد تحميره. دلوقتي هشيل الكفته اللي اتحمرت واحطها على جنب، علشان في نفس الحله هنحمر دلوقتي هنا البصل، ونحط شويه صلصه وصوص الطماطم. البطاطس اللي هحطها عشان الكفته هتستوي بسرعه، الكفته مش زي اللحمه المكعبات مش هتاخد وقت، فبتبقى نص سوا، يعني انا قلياها نص قليه. مطرح اللي عملناه ده كله هحط البصل، هحط شويه زيت، ونحط بصله ونقلبها. شايفين النكهات كلها دي مش هنضيعها، هنلم كل نكهات تحمير اللحمه. شايفين ده كله فليفر، بصوا لون البصلة على طول غير، فالطعم ما تخسرهوش خالص وانتوا بتطبخوا. ابنوا دايما النكهات فوق بعض، بيلدينج فليفر فوق التانية. يعني الناس اللي بتتحمر في مكان وبترمي المية بتضيعوا نكهات حلوة بتيجي من خلال عملية الطبخ. دلوقتي هنا عشان مش عايزة البصلة تتحمر هرشلها الملح، وهحط معاها معلقتين صلصة. الملح بيوقف التحمير لانه بنزل الميه من البصل، فلو عايزينها تكرمل ما نحطش الملح. ندبلها كده شويه، هنقوم واخدين الصلصه اهي، هحط معلقتين كبار من الصلصه، نقلبهم مع البصل. مهمه الحركه دي، من يعني اضافه الصلصه على السوائل مباشره، غير لما تاخد لفه كده على النار مع الزيت وتتقلب بتدينا بتطلع للسويتنس بتاعها، حلاوتها. دلوقتي هاخد شويه ميه قبل ما اضيف عصير الطماطم، اعمل دي جليزنج. ايوه، اعمل الصوص الحلو ده، نلم كل النكهات بس، ومش عايزينها صوص ولا تقيله ولا خفيفه. فانا هقوم حاطه عصير الطماطم الطبيعي بس، واخليها على اعلى حراره. ناخد، تعالوا الادام اللي نزل من الكفته، هل هنحط الكفته دلوقتي؟ لا،
مش عايزينها تجلد. ممكن نحط البطاطس بعدين نحط الكفتة. فده الصوص اللي نزل من تحمير اللحمة ضفناه هنا، كأنكم ضفتوا مكعب مرقة من كتر ما هو واخد النكهات. فخليها، حطينا ملح، حطينا رشة بسيطة على البصل، احط هنا ملح ورشة فلفل، بهاراتنا بسيطة جدا. دلوقتي البطاطس عندي مكعبات زي ما انتم شايفين، هقوم حطاها مقلية نص قلية، يعني لسه فيها مجال للسوى، يعني مش طرية. بصوا بضغط عليها، لا لسه فيها مجال للسوى، بس البطاطس بتاخد وقت قوي عن الكفتة. زي ما بنيجي نسوي صينية السمك بقول لكم السمك هيستوي والبطاطس هتبقى نية، فلازم نقدر احنا بنسوي ايه مع ايه. عشان لو انتوا عندكم وقت حطوها نية وخلوها تستوي بالصوص بعدين نزلوا الكفتة. فإذا طبختنا كده واقفة على انه نحط الكفتة مع الصوص ده. انا كورت اللي احنا عملناهم على فكرة، اهم دول اللي حضرناهم مع بعض، تكوروا زي ما قلت لكم ممكن تحطوهم بالفريزر. تعالوا نبص على البرغل. بسم الله، بتاكد الميه. بصوا قد ايه سهل، بنقلبه براحتنا ما بتكسرش، مش زي الرز لا لسه في ميه جوه اهو. وحرارته ممكن تبقى اعلى شويه من الرز لانه مش هيعجن، فعلتها شويه. خليه، بس ريحته حلوه قوي. انا الشعريه على فكره بتفرق معايا بريحه الرز، تحميره الشعريه دي التحميصه بتاعتها بتطلع ريحه بالنسبه لي محببه، فحسها برضو مع البرول. دلوقتي داوود باشا بطاطس بتغلي، الكفته بقت جاهزه. تعالوا نعمل مع بعض، احط الشوربه على النار علشان تلحق الشعريه تستوي. انا عندي شوربه فراخ في رمضان، اي وقت بسلق فراخ او لحمه ومش هستخدم شوربتهم بشيل الشوربه على جنب. ما عندناش، هنستخدم مكعبات مرقه. عندي شعريه، هنعمل كفته بال شوربه كفته بالشعريه. فانا عندي الكفته الصغنطوطه حطها في الثلاجه، هي هي الكفته اللي حضرناها، كورتها كور صغيره. بصوا قد ايه بسيطه. تمام، خليني اشوف الطاسه دي احنا محتاجين نعمل ايه. نبدل نحط دي هنا ونوطي عليها الحراره، ونحط دي هنا ونعلي عليها الحراره. هحمر الكفته دي بشويه زيت. الشعريه متحمره، طيب خلينا نقول الشعريه مش متحمره، هنحمر الكفته ونشيلها او نحمر الشعريه ونشيلها بنفس الحله، وبعدين نحط الشعريه مع الكفته مع الشوربه ونسيبهم يغلوا، بالاخر رشه البقدونس. شوربه بسيطه جدا، بس حبيت اوريكم فيها فكره الكفته مع الشوربه وشفتها وعجبني. برضو حطوا معاها سنه صلصه طماطم، سنه ادوها لون كده حلو. خلونا نشوف هنعملها ازاي. هنحط دلوقتي الكفته الصغيره ونقلبها. ساعات كتير بنزهق من شوربة لسان العصفور السادة، أنا عن نفسي دايما دايما شوربة لسان العصفور في البيت عشان تكون وجبة متكاملة. عارفين كيس الخضار اللي هو مكتوب عليه المجمد خضار شوربة، فيه بطاطس وبسلة وجزر، وبحب اسمع الفاصوليا للشوربة، بيبقى فيه كوسة، بيبقى فيه بقدونس. على طول بقوم عاملة لسان العصفور محمراها، حتى المرقة حتى الخضار، لازم خضار ولازم بقدونس، بحس إني كلت وجبة متكاملة. بنقلب اهو، شايفين هاو كيوت لزاز شكلهم قوي. بنقلبهم، هيستووا لسه في الشوربه، فهحط عليهم الشعريه المتحمره، وبعدين خلينا نجيب حته بس الحله سخنه، هحط عليهم الشوربه. لو ما فيش شوربه قلنا ميه ومكعبات مرقه. إذن أنا كنت محضرة شوربة فراخ والوصفة ما كانتش محتاجة إني أستخدم الشوربة، فبشيلها على جنب، ممكن تحطوها بالفريزر. نطفي ده. ودلوقتي كل اللي هنستناه إنه الشوربة تبتدي، سوري، الشعرية تستوي، والكفتة طبعًا هتستوي بسرعة. إحنا يا دوبك حمرناها ما خدتش وقت فيها عشان التحمير، وممكن من باب التغيير نديها سنة صلصة. بصوا قد إيه بسيطة. خلينا نشوف هتعمل لها ايه في لونها، يمكن تديها كمان مزازه وحلاوه. مش الكميه اللي تحولها لشوربه طماطم،
ادي معلقه خلاص، معلقه صغيره ونديها تقليبه تاخد لون محمر على خفيف، ريحتها حلوه قوي قوي قوي. محتاجه نحط لها كنتش مملحه الشوربه قوي، احط شويه ملح ونحط فلفل اسود. شايفين لونها؟ هجيب لكم دلوقتي معلقه بيضة او مغرفه بيضة، نبص اهي هناك، نبص على لونها، بيبقى لونها يا دوبك طماطم خفيف. بص شايفين؟ اعتقد كده لونها ألذ مع الشعريه ومع الكفته. فاحنا كده الشوربه بتستوي، البرغل بيستوي. داوود باشا ممكن نبتدي دلوقتي بما انه الصلصه اتسبكت شويه، بصوا ابتدت تديني ترميله حلوه اهو، فيها ترميله حلوه. اقوم واخده دلوقتي الكفته دي كلها وحطاها مع باقي المكونات، وعلى نار مش عاليه قوي، متوسطه، هسيبها لحد ما تتسبك كده وتستوي، هغطيها واروق المطبخ. وبعد ما نرجع نعمل مع بعض الفته ونقدم بطريقه حلوه البرغل مع الكفته والفته من نفس الاكله، ونعمل سلطه القطش اللي بالبرغل، فوائدها عاليه وطعمها شهي. استنونا. الشوربه بقت جاهزه، اول ما الشعريه تستوي، طبعا الكفته استوت يعني اكيد لانها من لحمه مفرومه بسرعه بتستوي، حطيت عليها بره النار شويه بقدونس بيدوها طعم وريحه، ومش جارنش، مش للشكل، طعمها حلو قوي كده، مدياني شويه احساس الحريره. الحريره بتحط لها شوربه مغربيه عملناها كتير قبل كده، بيتحط لها حمص وعدس، فممكن تحطوا حبوب حمص معاها، فكروا كده بفاصوليا حمراء، تقدروا تلعبوا عشان نبتكر شوية شربات في رمضان كلير خفيفة. ما بحبش ابتدي الافطار بشوربة تقيلة كريمة مش عارف اكمل، فالشربات الخفيفة دي هي اكتر حاجة لذيذة نبتدي فيها وجبتنا، بتسهل على المعدة استقبال باقي الاكل. عندي بالنسبة هنا لداود باشا، تعالوا نبص عليها مع بعض. بسم الله ما شاء الله، بصوا الصوص بقول لكم ولا تقيل ولا خفيف، شايفين ترملته؟ إذن من دي هنا هنغرف دلوقتي مع بعض البرغل. أنا البرغل لما استوى حطيته في الحافظة الحرارية دي، الحافظة الحرارية دي أنا عاملاها لكم، بصوا شكلها لرمضان حلو إزاي، بتحفظ الأكل 4 ساعات 5 ساعات. رايحين عند بيت ماما عند حماتنا، عايزين ناخد أكل نجيب أكل من البيت، بتحفظ الأكل. عندنا حضرنا أكل ومش عايزين نقعد نسخن قبل الإفطار، نحطه بالحافظة الحرارية. بصوا هوريكم، هنفتح تحفظ الاكل سخن، رائعه. يعني حضروا اكلكم وغطوه هو سخن وطلعوها قبل الافطار وقدموا براحتكم، ولا تسخنوا ولا اي حاجه. موجوده على chefmay.com وشكلها رائع وشيك. رايحين عند ديش بارتي عايزين ناخد الاكل سخن، بتحفظه وبتنقله من غيركم. زمان الف الحله وانا رايحه مثلا عند حماتي عندنا ديش بارتي، الفه بفوط واغطيه بفويل عشان الحله ما حركش، دلوقتي خلاص بقيت استخدم الحافظه. تعالوا نغرف بشكل لذيذ. هنا احنا قلنا هنعمل فته، فانا هاخد هنا اغرف الاول شويه من داوود باشا اللي هنستخدمهم قلنا كصوص. عندي هنا معلقتين يطلعوا مع بعض. ناخد الاول هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، شوفوا ترميلتها حلوه ازاي. البطاطس كمان بتدوب لانها نص سوا اصلا. بسم الله الرحمن الرحيم، خلي شويه للفته، وناخد هنا صوص اكتر علشان هنا اللي هنقدمها جنب البرغل بالشكل ده. هناخد دلوقتي قدامنا هنا، نبعد ده ونبعد ده شويه، هناخد الطبق ده يعني اظبط شويه، هنقدمه بطريقه حلوه جدا. هناخد الطبق ده هنا ونحط الداوود باشا في النص ونقدم حواليها البرغل زي ما عملنا بالملوخيه. بصوا ازاي من طبق بسيط، بصوا ما شاء الله البرغل اللي بالشعريه متفلفل رائع ازاي. هنحط ده كده، مليان فوائد البرغل،
الربوس. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعريه على فكره ضافت للبلغ الطعم، يعني الشعريه لما تبقى، انا بحب حتى كميتها تبقى اكتر، يعني دايما مع الرز بحب الشعريه كتيره، بتدي طعم كده التحميص الحلو. نوزعه. شايفين اكله بسيطه لو قدمناها بشكل حلو في عزومه او بوفيه طبعا طعمها حلو، لا غبار على اكلنا التقليدي واليخنات والباميه وكده. يعني دي ممكن تقدموها طريقه للباميه، طريقه لاي اكله انتم بتحضروها معاها رز او معاها كسكسي الى اخره. كفايه الكميه دي، هشيل ده على جنب، مش هنهدر طبعا كل ده، اول ما تقل الكميه هنضيفه تاني. هنا خلوني احط شويه بقدونس فريش، دول انا زرعاهم بالبيت الصبح جبتهم معايا، فنحط شويه بقدونس هنا. وايه رايكم بالطبق ده؟ ده اول طبق من الداوود باشا عشان نعمل الفته، فهنحط دي هنا. تعالوا نعمل الفته. انضف بس البورد، شكلها حلو قوي، انا شايفاها على الشاشه وباينه كانها رز مفلفل، صح؟ مش باينه انها برغل. يعني الناس اللي بتقولك لا ما بحبش البرغل والحاجات دي، لا تجرب هتعجبها الحاجات دي جدا. دلوقتي عشان نعمل الفتة، كلمة فتة جاية من فت الخبز، فعندي هنا خبز لبناني مقلي، ممكن يتعمل بالفرن بس أنا بحبه مقلي صراحة. فهنفرده هنا وهنحط عليه، خلوني أتوم الزبادي. هناخد الزبادي نكسره كده بشويه طحينه سنه، تديله كده قوام حلو، خد مضرب سلك، تديله قوام حلو وبنفس الوقت تديله طعم كده عميق، ما بتحسوش اصلا بوجودها قوي كطحينه صرف احنا متعودين عليها، لكن فعلا بتفرق بالطعم. معلقه، معلقتين على الكميه دي بس، عصير ليمون، حلو الليمون معاها. وهنحط ملح، نظبط الملح، وهنحط ثوم مهروس. خلينا نضربهم مضرب السلك، بيطلع قوامهم احلى بكتير. اذا عندنا العيش، الزبادي اللي بثوم، الطحينه اللي ممكن نسقي منه شويه دلوقتي، هاخد معلقه. هل نحط الزبادي قبل الداوود باشا ولا الداوود باشا قبل الزبادي؟ تعالوا نشوف مع بعض. انا حاسه اني عايزه احط من الصوص، احط الصوص شويه على العيش، على الخبز. وتعالوا نعمل طبقتين، يعني احط شويه زبادي تحت وفي النص وفوق، سوري. فهبتدي اوزع طبقه زبادي. الكونتراست اللي بيحصل دايما، الناس تستغرب انه الطماطم مع الزبادي موجود باكلات شاميه كتيره، منها واهمها فته المكدوس. كونتراست رهيب، خلطه هنا عندي مزازه وتكستشر سلس قوي، ناعم وبارد. الصلصه فيها ترميله وحاميه شويه، بتبقى صلصه الطماطم. فلما نيجي نعمل الخلطه دي بجد بتطلع من احلى الخلطات. يعني انا من الحاجات اللي كنت فعلا على الورقه والقلم هستغربها زبادي وطماطم، لا هي من الحاجات الحلوه جدا. دلوقتي هقوم ابتدي هنا اخد الداوود باشا، الكفته بالبطاطس بكله، واوزعها بالشكل ده. من نفس الاكله عملنا طبقين، والعيش بيدي قرمشه. حلاوه الفتات انه لازم تتعمل عناصرها كلها قبل بوقت، يعني الزبادي جاهز، الطبخه جاهزه، تتسخن وقت التقديم، ما نغرفهاش الا قبل السفره على طول، علشان نفقد التكستشر الحلو، الملمس بتاع قرمشه العيش، حراره الزبادي البارده. فلو تقدمت بوقت، شايفين الطبقه الثانيه اهو، لو تحطوا على بعض هيسخن الزبادي طبعا وهيفقد البروده، الكونتراست اللي بقول لكم عنه. نوزعهم بالشكل ده ونحط طبعا طبقه من البقدونس، تقدروا تحطوا كمان عليها مكسرات لو حبيتوا. هاتوا نحط طبقه البقدونس
وممكن نديها سنه من زيت الزيتون، بيديها لون حلو وطعم حلو. يعني نعمل كده، بصوا، وخلصنا طبقنا الرئيسي الثاني اللي عملناه من نفس مقادير فتت الداود باشا. نضفت طبق شويه كده، وفضل لنا دلوقتي سلطه القطش اللي هي السلطه اللي قلنا عنها ارمنيه من البرغل الناعم. بس اوعدكم انكم لما تجربوا الطبق ده هتحبوه جدا جدا جدا. قد ايه بسيط وقد ايه شكله حلو، هيعجبكم. فانا هحطه دلوقتي جنب هنا، جنب البرغل مع الداود باشا، وعندنا الشوربه. اروق المطبخ، نرجع. عندي حله احطها تسخن على النار، وعندنا مكونات البرغل وشويه طماطم، بقدونس، نعناع، صلصه طماطم، ونعمل احلى سلطه قطش هتعجبكم جدا تتاكل مع الخس. معانا 5 6 دقايق نعمل سلطه القطش. هي سلطه زي ما قلنا الفيرجن او النسخه السخنه او المطبوخه من التبوله. التبوله فيها برغل، احنا دلوقتي هنسوي البرغل مش هننقعه. بس الاول بنحط زيت زيتون على النار، وزي ما قلت لكم دي سلطه ارمنيه تنسب ساعات للمطبخ التركي. هنحط الثوم مع الصلصه، معلقتين كبار صلصة، معلقة كبيرة ثوم، لو في دبس فليفل هنحط معلقتين برضو، لو ما فيش ممكن نحط معلقة هريسة. هنقلب الخليط ده مع بعضه كويس، بس ندوبهم كده مع بعض. بعدين عندي طماطم متقطعة خشن، اوكي، هقوم حطاها عليهم. خلوا بالكم دبس الفليفل بيكون حادق، فمش هنحط ملح كتير، يعني راعوا لما تحطوا دبس الفليفل اعرفوا ان هو طعمه بيبقى حادق. هنحط دلوقتي البرغل ده، البرغل الناعم مش منقوع ولا مغسول. هحط كميه من البرغل واقلبها مع الخليط ده. هتبقى عندي فيه ميه مغليه عشان نسرع السوى، والبرغل بيستوي بسرعه، بالذات البرغل الناعم. على فكره دي لو اتحط لها ميه مغليه وتفلفلت بقت برضو زي الرز، بتتقدم جنب الاكل. هنحط ميه مغليه، ومجهزين بره هنا، خليها تبتدي تتشرب، بيشرب ميه كتير البرغل. عندي هنا بره خس، ده اللي بتاكل في السلطه بدل العيش. عندي ليمون، نعناع، بقدونس، طماطم، وبصل اخضر. اذا بصل اخضر، بقدونس، ونعناع، بالظبط زي التبوله، بقدونس، نعناع، بصل اخضر. وعندنا الخس برضو بتاكل مع التبوله، عشان بقول لكم الاكله دي شبيهه قوي بالتبوله. هنحط شويه دبس رمان، زيت زيتون، وناكلها مع الخس. نبتدي نشرب البرغل. هجيب طبق هنا انا واحط فيه الخليط ده، طماطم، بقدونس، نعناع، بصل اخضر، ما كانش عندي الصراحه بصل اخضر فحطيت كرات، وهنحط دبس الرمان لو ما فيش دبس الرمان عادي، وهنحط عصير ليمون وزيت زيتون ورشه ملح. زيت زيتون كميه حلوه ورشه الملح. اذا هي عناصر التبوله مع اضافه دبس الرمان. البرغل اتفلفل، نقوم واخدينه على السلطة دي. شفتوا سريعة ازاي؟ ونقلبها. اذا هي زي ما قلنا نسخة التبولة، بس المسيطر المكون الاساسي هو البرغل. يعني عادة في التبولة البقدونس هو
الاساسي. دبس الرمان هيديها حلاوه، لو ما فيش دبس الرمان حط شويه عسل اسود مع الليمون هيقوم بالواجب. انا عندي طبق للتقديم، هاتوا نحطه هنا ونحط جنبها الخس، ويا ريت لو كان في خس بلدي، بس انا ما عنديش خس بلدي النهارده، عندي الكابوتشا او الايسبرج. شايفين شكلها فريش وحلوه ازاي، قد ايه بسيطه. هعملها كده بالشكل ده، وهنحط جنبها الخس. هاتوا بس نرش عليها شويه ورقيات هنا حواليها كده، دي براعم الكزبره، بحب دايما اضيف حاجات خضراء تدينا فريشنس وشكل حلو وفوائد. في رمضان مش محتاجين ننسى السلطات، مش نركز كله على الاكل الدسم والحلويات. واخر حاجه احط شويه زيت زيتون على الوش، وهيا بنا ناخد الخس ونروح على السفره. هنحطها هنا قدامنا ونحط جنبها طبق الخس، وبكده تبقى سفرتنا النهارده بقت جاهزه. من هاتوا نحط ده هنا، من داوود باشا، عملنا فتة داوود باشا، وعملنا كمان داوود باشا مع البرغل بالشعريه، ومن البرغل الناعم عملنا سلطه القطش، شوربه الشعريه مع الكفته اللي برضو استخدمناها في داوود باشا. النهارده استخدمنا كل العناصر بشكل متبادل، بس طلعنا حاجات مختلفة برغم انه داوود باشا هي هي، عملنا طبقين مختلفين، الكفتة هي هي، عملنا شوربة وكفتة، نوع البرغل اختلف، وعملنا صنفين حلوين. يا رب تعجبكم وصفاتنا، مكملين بسفرنا الحلوة. تقدروا تشوفوا الحلقة على اليوتيوب، تشوفوا المقادير على الفيسبوك، ومكملين مع بعض كل يوم في رمضان بوصفات شهية. بحبكم جدا، وباي.